بعد 5 أيام من إطلاق سراحه، الفرنسي بنجامين مندي يوقع لنادي لوريون. ديلي آلي يهاجم شركة أمازون المنتجة لفيلمه الوثائقي. وفوز بايرن ميونخ أمام فريق مغمور ب72 هدفا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. يبدو أن نادي أرسنال الإنجليزي قد يندم على دفع 70 مليون يورو لضم الألماني كاي هافيرتز. لاعب تشيلسي السابق ظهر في فيديو التقط من المدرجات وهو يحاول التسديد على المرمى لكن دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف. محاولة هافيرتز استمرت لدقيقة كاملة، سدد خلالها 14 تسديدة. احتاج بنجامين مندي نجم مانشستر سيتي السابق إلى 5 أيام فقط بعد تبرئته للتوقيع مع فريق جديد. مندي سيعود إلى فرنسا بعد أن تعاقد مع لوريون لمدة 2 سنين. ورغم بقائه لنحو 2 سنين خارج الملاعب إلا أن الدولي الفرنسي السابق يبدو لائقا لإنعاش مشواره الكروي من جديد، حيث جمد من قائمة مانشستر سيتي عام 2021 كما جمد راتبه أيضا منذ تلك الفترة. بعد الضجة التي أحدثها فيلمه الوثائقي هاجم نجم توتنهام السابق ديلي آلي منصة أمازون، وهي التي أنتجت فيلم توتنهام الوثائقي All or Nothing، بعدما أسماه بالتلاعب باللقطات خلال مرحلة إعادة ترتيب الصور. وأصر ديلي على الحديث عن اللقطة التي أظهرت مورينيو وهو يصفه بالكسول، لكنها لم تظهر لقطة اعتذار المدرب البرتغالي عن كلماته، ليبقى اللقب ملتصقا باللاعب الإنجليزي الشاب وقتها. أغلب عشاق كرة القدم وصلهم خبر فوز بايرن ميونخ الكبير ب27 هدفا دون مقابل أمام فريق ألماني في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، لكن الغريب في الأمر أن هذا الفوز ليس الأول للفريق البافاري أمام النادي المغمور، ففي عام 2018 اكتسح بايرن نظيره ب20 هدفا مقابل هدفين، وفي العام التالي تغلب عليه ب23 هدفا دون مقابل. We'll be right back.